مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا عياده الصحه. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن امراض الجهاز التنفسي، ومعانا دكتور سيد المر، اخصائي باطنه واطفال. هنتكلم معاه باستفاضه عن امراض الجهاز التنفسي والفرق بين الانفلونزا ونزلات البرد، وهنتكلم عن جزء بسيط جدا بفيروس الكورونا. اهلا بيك يا دكتور، شرفتنا يا اهلا وسهلا ونورتنا بحضرتك استاذه شيرين، واتشرفت ومنور بحضرتكم في قناه القناه. الصحه والجمال. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك منور بوجودكم، ويا رب تبقى حلقه كده مصريه كده للناس، للساده المشاهدين والناس في البيوت، ان ويستفادوا شاء منها ان الله شاء الله، وتكون باذن حلقه الله كويسه ان باذن شاء الله الله. يستفادوا اكيد منها. وجود حضرتك اضافه لينا باذن الله وللساده المشاهدين. تسلم يا فندم، ربنا يكرم حضرتك. احنا النهارده هنتكلم عن امراض الجهاز التنفسي. عايزين نتكلم عن امراض الجهاز التنفسي، وعايزين نتكلم عن الفرق بين الحساسيه ونزلات البرد والانفلونزا. تمام، سؤال جميل جدا من حضرتك، لان فعلا يعني معظم المرضى ما بيقدروش يفرقوا ما بين حساسيه الصدر او الحساسيه بتاعه الانف، وما بين بالظبط نزلات البرد العاديه، وما بين الانفلونزا. الانفلونزا ده بيبقى عباره عن فيروس، فبيكون مصاحب باعراض. نزلات البرد بتبقى يعني حاجات كده، بتبقى من الجو، وممكن سبب بكتيريا، ممكن تبقى حاجه بسيطه بتاخد لها كام يوم وبتروح لحالها. والحساسيه لها برضو مسببات ولها اسباب كتير. فلو تمام. بدانا، لو هنبدا الاول بالحساسيه، الحساسيه هنقول بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن في حساسيه في الجيوب الانفيه مثلا، بتحصل مع دخول الفترات اللي هي بتاعت الشتاء والبرد أكيد وكده. أكيد طبعا بتبقى الاطفال بيبقوا عرضه كبيره جدا للحساسيه، خاصة بقى نتيجة إن هما بتتنقل عن بيروحوا المدرسة بيروحوا المدرسة وبيتعرضوا والاختلاط للأماكن والحاجات دي. المزدحمة. بالظبط كده، بالظبط والأتربة والإرهاق برضه، بيلعبوا كتير، ممكن ما يشربوش سوائل كتير، حاجات من دي. فدي كلها بتأثر، فبتسبب حساسية في الجيوب الأنفية. تمام. حساسية الجيوب الأنفية طبعا لها أسباب، هي وحساسية الصدر أول سبب ليها. بعض الأطعمة بتسبب الموضوع ده. إيه هو الأطعمة اللي ممكن تسبب الموضوع ده؟ إيه ممكن نقول؟ الأكل، الفراولة، الموز، المانجا، الشوكولاتة، السمك، البيض، بعض الحاجات السبايسي، الحاجات المقليات، كل ده بيسبب حساسيه في الصدر. بتعمل حساسية اه على بتعمل في الصدر. الصدر. اه طبعا. تمام. ايه هي الحساسيه؟ تعريفها ايه؟ تعريف الحساسيه هو عباره عن مرض مناعي، يعني الجهاز المناعه بيتدخل فيه. ازاي؟ الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها مثلا، اللي هي الاكل ده، بيعتبر لما بيدخل للعادي، انا كشخص عادي اكل الحاجات دي، المفروض ما يحصلليش ما ازمه، بيتأثرش ما بيها. تاثرش، لا يجي لي لا رشح ولا حاجه. يعني اكلت موز، ايه اللي يجيب لي رشح ليه؟ اكلت فراوله، يجي لي رشح ليه؟ تمام. فالعادي ان ما يجيليش حاجه من الاطعمه. تمام. في حاجات تانية مثلا ممكن تنقلها، زي حبوب اللقاح، زي الاتربه، زي البروده، زي ما قلنا. فاي مؤثر خارجي بيعتبر انتيجين للجسم. يعني ايه؟ يعني حاجه مرضيه داخله، جسم غريب داخل الجسم. انتيجين يعني جسم غريب بالظبط. داخل الجسم، جهاز المناعه بيشتغل عليه، فبيكون اجسام مضاده ضد الجسم الغريب اللي داخل الجسم. بيحصل رياكشن بعد ما بتكون الاجسام المضاده، بيحصل رياكشن ما بين الانتيجين اللي موجود اللي هو الجسم الغريب، وما بين الانتي بودز اللي هي الاجسام المضاده اللي اتكونت. الرياكشن ده بيؤدي الى افراز ماده الهستامين في الجسم. تمام. افراز ماده الهستامين بتعمل ايه؟ بتزود الافرازات اللي موجوده عندي في الجيوب الانفيه، وبتزود الافرازات اللي موجوده في الشعب الهوائيه. تمام. تمام. فبالتالي بتعمل لي رننج نوز، تلاقي المريض على طول بيخنفر عنده كده رشحة وعنده رشح كده باستمرار. تمام. وبتعمل كتمه في النفس، لان في اللي هو السكريشنز اللي بتخرج، اللي هي الافرازات اللي بتخرج مع الحساسيه بتاعت الصدر، بتقفل الالفيولاي شويه، فبتعمل كتمه في النفس، وممكن تعمل كحه، وبتزيد الحاجات دي بالليل، لان الافراز الهستامين بيزيد بالليل وبيزيد أكيد. الصبح بدري. تمام. تمام. ف يعني ساعة العرضة للهواء ساعات العرضه وبالليل قبل للهواء النوم. او الاتربه او الحبوب اللقاح بتتنقل عن طريق الجو. طبعا الحاجات دي كلها مع أكيد. النفس، وكل امراض تنفسيه بتتنقل بالنفس. اماكن مزدحمه، حد عنده اي ميكروب ولا حاجه، ممكن يدخل ويحصل وبينتقل بسهولة جدا بسهوله جدا، طبعا. بسهوله جدا، او كل حاجه وعنده حساسيه منها. تمام. الحساسيه برضو في الاطفال بالذات بتبقى صعبه جدا بالنسبه للطفل، اللي هو حساسيه الجيوب الانفيه بتبقى صعبه جدا للطفل. فبنصح اي ام لما تشوف الطفل بيخنفر كده، لازم يكون في فتحه للتهويه. ليه؟ يعني لازم الجيوب الانفيه دي تتسلك يعني كويس، ان هي يعني ندي مثلا محلول تفتح ملح. البيت ولا ان لا هي لا، لازم يكون في تهويه طبعا في البيت. لا، لازم تهويه في البيت. لما بتكلم على البيت، لازم الجو يتغير، النفس بتاعه. تمام. لان الحاجات دي بتبقى الكتمه والحاجات دي بتسبب ازمه طبعا عند الاطفال. تمام. تمام. الحاجه الثانيه، الجيوب الانفيه لما تحس بخنفره في الانف وانسداد، وبدا يظهر اعراض رشح وحاجات من دي، لازم بتدي حاجات تفتح الجيوب الانفيه. تفتحها تمام. ازاي؟ اللي هو محلول الملح ده ابسط حاجه، او في بعض النقط برضو موجوده في الصيدليه او كده، عشان بس يقدر ان هو علشان يقدر يتنفس. يتنفس. لان في اطفال بتبقى مثلا اللي تحت 6 شهور، انا ما بنصحش اي حد ياكل الطفل قبل 6 شهور. اكيد تمام. طبعا. يعني اكيد. لا ياكل ولا يشرب ولا اي حاجه غير اللبن الام بس. فالرضاعه لما بيجي يرضع، لو هنا في انسداد ما بيبقاش عارف ياكل حاجه، ما يتغذى ازاي؟
بتبقى صعبه جدا على الطفل في الفتره طبعًا. دي. يعني فبننصح بالادويه اللي عن فلازم طريق لازم افتح الجيوب الانفيه او طبعا، محلول لازم الملح. بالظبط البخاخ او محلول الملح عشان افتح الموضوع ده، وممكن ادي معاه مضاد الهستامين حاجه بجرعات بسيطه جدا للاطفال الصغيرين تمام، وممكن ادي برضو معاه مسكن للالم، لان ممكن الطفل يشتكي وما يبقاش يعني يبقى حاسس مش عارف بصداع هو بس عنده مش ايه قادر بالظبط. يحدد، مش قادر يقيم الموضوع ده. اكتر من كده ما بنديش، لكن انا بخاف برضو من موضوع الحساسيه بتاعت الجيوب الانفيه عند الاطفال، لانها بتسبب احيانا التهاب في الاذن الوسطى تمام، وبرضو عند الكبار نفس لان الوضع. هي منطقه لا واحده يا هي دكتور منطقه يعني واحده طبعا، مع بالظبط الجيوب الانفيه بتبقى فاتحه على الاذن الاذن. تمام، عن طريق قناه هنا، القناه دي اسمها قناه استاكيوس. قناه استاكيوس لما بيحصل انسداد في الانف، الافرازات اللي موجوده دي ممكن تبقى تقيله شويه، ما تبقاش عامله زي الميه، تتقل شويه، تبقى اللي هو اللي احنا بنسميه المخاط يعني، المخاط بيوصل كده فبيقفل قناه استاكيوس، فبيروح على طول يعمل لي التهاب في الاذن الوسطى الوسطى. لما بيعمل التهاب في الاذن الوسطى، لو واحد كبير بيحس بيه، بيحس بايه؟ بيحس بصداع، بيحس بشويه طنين في يعني ودنه، دي أعراض يا الم في دكتور. الودن، طبعا اعراض بيحس بيها تمام المريض، وبيحس بدوار يعني عدم اتزان، يجي يقوم يتلاقي نفسه الدنيا بتلف بيه، قايم من على السرير تلاقيه مش قادر يقف، قاعد مع ناس كده زي ما انا وحضرتك قاعدين كده، ممكن اجي اقوم تلاقي نفسي يدوخ. بدوخ مش قادر، ما فيش اتزان، لان مركز الاتزان موجود برضه في الودن. فلما بيحصل التهاب في الاذن الوسطى بتعمل الموضوع. طب الطفل الصغير ما بيبقاش حاسس، ما مش يقدرش يشتكي هيعرف ان الحاجات هو دي، يشتكي ممكن ولا طفل يقول تحت هو 6 عنده شهور ولا ايه حاجه يعمل ايه؟ بالظبط. بتبان عليه اعراض الحساسيه بتاعه الانف، بانه بيحك في الانف بتاعه اللي هو في والدته تمام، بتلاقي في احمرار في المنطقه اللي هي بتاعه الجيوب الانفيه، وممكن تورم بسيط في المنطقه دي بسيط او في تورم منطقة في الأنف. المنطقه اللي هي بتبقى تحت العين كده وحوالين الانف تمام. لو حصل التهاب في الاذن الوسطى بيقوم على صراخ رهيب، لان الم التهاب الاذن الوسطى بيبقى اكتر من الم محدش الاسنان. بيستحمله يا لا دكتور ما حدش خالص. بيستعمله جدا، يعني بيبقى صعب ولا جدا الكبير جدا ولا جدا. الكبير طبعا ما طبعا بيستحملوش طبعا، أصلا. لا 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 بيبقى صعب جدا، وعند الاطفال بالذات، ويبقى مش قادر يشتكي، بيبقى طفل صغير يعني لأن مش هو قادر مش يشتكي، فاهم، فيعمل فهو ايه؟ لازم فيقول المتابعة ايه؟ بقى. فانا كأم ممكن اعرفه ازاي؟ يعني الام تعرفه في البيت ازاي؟ بيقوم الطفل على صراخ صرخه جامده وبيبقى تعبان، وهي وفي اصلا هيستوري عندها، في عندها خلفيه ان هو عنده رشح بقى له كذا يوم، تمام. ملاحظاه بقى له كذا يوم انه مرشح ومخنفر كده، مناخيره مخنفره كده شويه تمام؟ على طول ده بيتعرف ان ده التهاب في الاذن الوسطى تمام؟ يبقى وده لازم اللي عامل تكشف يا دكتور، يعني بيعمل لازم ايه بقى؟ تكشف. بتلاقيه بيخبط على دماغه، يقوم يهز دماغه يمين وشمال كده، لو طفل كبير شويه تلاقيه قاعد يخبط على راسه لانه حاسس بصداع ومش عارف يعبر تمام؟ تمام. في الحاله دي لازم يروح يكشف، لان في الحالات دي لازم بندي الحاجه للجيوب الانفيه زي محلول ملح، او بندي نقط مثلا للجيوب الانفيه زي الاتروبين او غيره تمام، بندي حاجه مضاده للهستامين زي الفينستيل زي الزيرتك وكمان بجرعته تمام، بنوسع له المنطقة عشان يقدر طبعا يتنفس. عشان يقدر يتنفس، لان كمان المجرى التنفسي عند الاطفال بيبقى ضيق، صح. بيبقى صغير جدا تمام. وبرده الاطفال برده بيتعرضوا لها كتير جدا لما بيكونوا في الفترات اللي هي بتاعه البرد، ما بيبقاش مغطي راسه، يعني ممكن في العياده تلاقي مثلا واحده جايه لي بابنها ملبسها 15 قميص تمام، 15 تيشيرت فوق بعض على مش عارف ايه، ولفات بطانيه وسايبه راسه. طب راسه دي تشكل قد ايه من حجم جسمه؟ ده طفل صغير عنده مثلا سنه، ولا عنده 6 شهور، ولا عنده 8 شهور، ولا 9 شهور، حجم راسه بتكون حوالي 25% من حجم جسمه، يعني ربع جسمه، ربع جسمه عرضه للهواء، وفي منطقه حساسه عنده اللي هي منطقه الانف، سهل جدا يحصل له حساسيه في الانف، ودي بتتعبه جدا. فلازم بننصح الامهات في الفترات اللي هي بتاعت الشتاء مع البرد اللي بيبقى شديد ده، طبعا. لازم تلبسهم وتغيير الجو كمان لازم يا يلبس دكتور طاقيه كده قطن كده يلبسها وتغطي له المنطقه اللي هي دي كده، عشان فبيحس ما بالدفء، تتعرضش ما للبرد. تحصلش بالظبط كده طيب دكتور بالظبط هنقف عند النقطة دي تمام. وهناخد اتصال. اتفضل. أستاذ عبد الناصر، ألو. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز ياسر الدكتور فاضل. اتفضل الدكتور سيد معاك. ماشي يا دكتور، احنا عندنا طفل عمره شهر دلوقتي، فكل ما بيرضع بيرجع من انفه. تمام نعمل له بالظبط؟ تمام بيرجع من انفه؟ على طول يعني. بقاله قد ايه من بعد الولاده على طول والترجيع ده شغال معاه، ولا حاجه جديده؟ ده من بعد الولادة على طول من يعني. بعد الولاده على طول. هو سنه قد طب ايه سنه دلوقتي؟ شهر، ما تقلقش يا استاذ ده عبد سنه الناصر. لسه شهر. لا شهر ما تقلقش يا استاذ عبد الناصر، لان الطفل طبعا في الفتره اللي هي قبل الشهر ده كان متعود ان هو بياكل من عن طريق المشيمه اللي عند الام، فبالتالي الاكل بيوصل له مهضوم لمعدته، فبالتالي ما فيش اي مشكله خالص تمام. موضوع الترجيع اللي بيجي ده لان بيبقى الهضم عنده صعب، فبياخد وقت شويه، بس اهم شيء بتراقبه يا استاذ عبد الناصر زياده وزنه، هل الطفل ده وزنه بيزيد ولا لا؟ هل كميه الترجيع اللي بتنزل هل هي مساويه لكميه الاكل اللي بياكله ولا لا؟ يعني الرضاعه اللي لا هي بياخدها بسيطة، هل لكن هي بيرجعها بسيطة بس. كلها ولا بيرجع جزء منها وجزء تاني لا؟ اللي هو لا الطفل هي اللي دي احنا صغيرة بنسميه بس. بيقشط كده، بتلاقيه دي صغيرة بس. بينزل من الإيه؟ على الجنب. بيرجع كله؟
لا جزء صغير جزء جدا. صغير جزء صغير فده طبيعي جدا، ده ومع بيبقى الوقت صوت كده عادي. انا هو هتلاقيه في خلال الثلاث اربع شهور الاولانيين كده وهتقل معاه بالتدريج، ممكن على سن 6 شهور هتلاقيه بيرضع عادي ومفيش اي مشكله، وما تقلقش نفسك وما تديلوش اي حاجه. ماشي شكرا ليك يا استاذ عبد ماشي الناصر. يعني هي تقريبا يا دكتور دي القشط ده، دي هو خد المعدل بتاعه بيبقى من خد المعدل الرضاعه، بتاعه اكتفى بالظبط خلاص بالظبط بالظبط بالرضاعه بتاعته بيكتفى بالرضاعه، صح؟ وبرضه بيبقى عنده شويه عسر هضمي شويه، لان اه ما هو ساعات برضه يا اللبن دكتور ان اللبن الام لما بيحتوي برضه بتاكل على حاجه، فيتامينات، ما هو الام لما بتتنقل بتاكل حاجه بتتنقل للطفل بتتنقل لانه للطفل بيرضع بالظبط منها. اللي بيرضع منها، بالظبط فبالتالي بيبقى اللبن تقيل شويه على الطفل تمام، بالظبط هو ما ينفعش ياخد حاجه الا اللبن، اه فبالتالي الفتره الاولانيه بيكون لازم يهضم عن طريق الجهاز الهضمي بتاعه. هو قبل كده ما استعملش الجهاز الهضمي بتاعه، كان الدم بيوصل له عن طريق الدم بتاع الام بالمشيمه وخلاص، هو بياخد الغذاء الكامل ليه وبينمو لغايه ما بتيجي فتره الولاده وتولد وخلاص، مجرد اتولد خلاص ما عادش في بقى مشيمه، ما عادش في الكلام ده، بالظبط فلازم يعتمد على الغذاء الخارجي. ففي اطفال لما بينزلوا على طول بتلاقي القشط ده شغال، اه ده عادي. معظمهم يعني 90% منهم او اكتر يعني كل كلهم الاطفال تمام، بس اللي يخوفني بقى لو في ترجيع لو متكرر في وما ترجمة بيزيدش متكرر وزنه، ده لازم لا لازم تكشف. نكشف طبعا، لان ممكن الترجيع ده يكون سببه مثلا صفره ولا حاجه، في الحاله دي لازم نعمل له تحليل بالروبين ونشوف نسبه الصفره قد ايه، في حالات تحتاج تتحجز لو نسبه البيلروبين اه اكيد عاليه طبعا تدخل اكيد حضانات حاجات من دي تمام. لكن لو الامور طبيعيه وبيقشط وزنه بيزيد ما يبقى ده يخافش وضع خالص، طبيعي. ووضع طبيعي جدا وهيروح مع الوقت، يعني في خلال 6 شهور بتلاقي الطفل خلاص بقى عادي عادي اه ممكن. طبعا طبعا. طيب دكتور هناخد اتصال تاني. طب ماشي اتفضل. ام حسام الو. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه الله ورحمه الله. وبركاته. لو سمحت انا عايزه اسال عني انا، انا عندي 45 سنه. اتفضلي. ايوه اتفضلي. فانا عندي حساسيه جيوب انفيه، بس انا لما باجي اشرب ميه بحس ان انا مش قادره اتنفس من زوري، لما باجي وانا قاعده كده بلاقي نبضات قلبي سريعه وبلقط نفسي بالعافيه، لازم اتنفس وانا فاتحه بقي، ما اعرفش اقفل بقي، وبحس اني عندي رعشه في قلبي، لدرجه ان انا باخد اندرال برضو ما فيش فايده. طب حضرتك ما عملتيش تحليل غدة درقية قبل كده يا مدام؟ لا 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 ما عملتش. طب عايز نعمل تحليل غدة درقية، لأن اللي هو زيادة ضربات القلب والصعوبة في التنفس وكده أحيانا بيكون سببها الغدة الدرقية تمام؟ فأنصحك إن احنا نعمل تحليل التي اس اتش والفري تي 3 والفري تي 4 اللي هما الهرمونات بتاعة الغدة الدرقية تمام؟ تاني حاجة يعني الجيوب الأنفية بتاعة حضرتك لازم تعالجيها، خلاص مش يعني ممكن لازم نشوف، سؤال تاني يا لازم دكتور؟ حد متخصص كده يعالجها لك يعني هي تمام. لو لازم هي تكشف جيوب لازم أنفية. تكشفي انف واذن وتشوفي. طب هل بيجي لك الم في ودنك او بتحس بطنين او دوخه بعض الاحيان يا مدام؟ اه في اه ألم يبقى هي فعلا التهاب جيوب انفيه ومأثره شويه عليكي في الموضوع ده. لكن ضربات القلب، موضوع ضربات القلب حضرتك، من وصعوبه أقل في النفس مجهود ده بقعد لازم أنهج، من أقل مجهود بقعد من أنهج، ممكن وأنا قاعدة بقعد أنهج، لو جيت من الأوضة دي للأوضة دي بيجيني ضيق نفس وأقعد أنهج. لا معلش لازم نشوف كده دكتور متخصص كده يشوف الجيوب الانفيه يعالجها لك، ولازم نشوف تحليل الغده الدرقيه ضروري جدا. ماشي يا مدام شكرا ليك ماشي يا ام شكرا حسام. طب هناخد اتصال تاني يا دكتور ماشي معلش. اتفضل. استاذه نجلاء الو. ايوه معاكي. اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي الدكتور معاك. اتفضلي مع حضرتك. حضرتك انا عندي ابني 9 شهور تمام؟ تمام تمام. الو ايوه اتفضلي اتفضلي سامعين اتفضلي يا حضرتك استاذه اتفضلي. نجلاء. ابني 9 شهور وحاسه زي نظام فيه زنه في صدره ومناخيره، بس هو ما فيش رش ولا اي حاجه، دي اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه. وبيكح زي بلغم او كده وبيبلعه تاني، انا مش عارفه ان انا اكشف له او اجيب ايه في ده ترجيع ايه. ولا حاجه معاه يا استاذه نجلاء؟ الو في ترجيع معاه يا استاذه نجلاء؟ في ترجيع معاه في استاذه نجلاء هو بيرجع؟ راح الاتصال. طيب الخط قطع. هو من الواضح ان الشكوى بتاعت الاستاذه نجلاء ان الطفل بيبقى فيه تزييقه في صدره، التزييقه في الصدر دي اللي احنا بنسميها الويزي شيست اللي هي البرونك اللي هي دي، ده عرض من ده اللي بيشخص لنا البرونكيا الازمه عامه، يعني ده اللي بيشخص لنا حساسيه الصدر تمام؟ مع الجيوب الانفيه، فهو ده كده حساسيه في الصدر، فلازم دي انها حساسيه على الصدر. ده حساسيه على الصدر طبعا، حساسيه في الجيوب الانفيه وحساسيه على الصدر، فلازم الطفل ده بياخد مضادات للهستامين، لازم ياخد نقط محلول ملح والجيوب الانفيه بتاعته تتسلك باستمرار تمام، ويستحسن انه يكشف برضه علشان نقدر نحدد اذا كانت الحساسيه دي مزمنه ومعاه كده بقى لها مثلا فتره، ونشوف كده نديله برضه العلاج اللازم ان شاء الله يبقى كويس باذن الله ان شاء الله. طبعا ناخد اتصال يا دكتور. اتفضل. معلش النهارده الاتصالات. لا لا لا. استاذ احمد الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه شيرين ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك اتفضل. منورانا دايما على القناه ودايما مشرفانا وبنسمعك دايما. يا رب يخليك ده نورك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. قناه الصحه والجمال دي قناه رائعه.
يا رب بصراحة يخليك. حاجة جميلة بصراحة. يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم كده. يا ربنا يخليك يا فندم. اقدر اكلم الدكتور سيد؟ يا اتفضل الدكتور معاك، اتفضل. دكتور سيد ازاي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله تمام الحمد لله. حبيبي يا دكتور، انا طبعا بتعامل مع حضرتك بقالي فترة، انا احمد عيد لو حضرتك فاكر. اهلا وسهلا. بصراحة انسان كويس جدا، ربنا يكرمك. عندي ربنا استفسار يخليك يا بسيط استاذ بس. احمد. اتفضل يا استاذ احمد اتفضل. ربنا يخليك يا دكتور. انا دايما لما بقوم من النوم بحس كده ان انا عايز اديك ايه؟ في ايه؟ قيء؟ تيكي. احساس بالقيء يا استاذ احمد؟ احساس بالقيء. تمام. ما تقوم من النوم بس؟ دايما لما اقوم من النوم بيحصل الكلام ده. حضرتك مدخن؟ لا مش مدخن. طب حضرتك من في الم مع القيء ده في فم المعده كده بتحسه بعض الاحيان، او انتفاخات في بطنك ولا حاجه يا استاذ احمد؟ تمام يا فندم. بتحس بانتفاخات في البطن كده بعض الاحيان؟ دايما المغص ومع الحجاب الحاجز، فوق الحجاب الحاجز في حرقان، تمام. بتحس بالحرقان بيبدا معاك من اول فم المعده لغايه زورك كده يا استاذ احمد؟ تمام كده يا فندم، صح كده. الحاله دي بتبقى التهاب في المعده، وممكن احيانا بيبقى معاها حاجه اسمها جي ار دي اللي هو الارتجاع المريء، تمام؟ فالموضوع ده بيبقى بيزيد كده الصبح، بتقوم وممكن بالليل حتى ما تعرفش تنام، تيجي تنام كده تحس ان الحموضه بتزيد عليك، فبتضطر تقعد نص قعده عشان تعرف تنام، تمام؟ في الحالات اللي زي دي لازم تاخد ادويه للمعده وتقلل بقى اكل المسبكات انت عامل ايه في الاكل؟ يا استاذ احمد. استاذ احمد؟ استاذ احمد عامل ايه في يا دكتور الاكل؟ انا بتاكل معاك. مقليات بقى وحاجات يا دكتور احنا مسبكات وشطه وكده ولا لا؟ الشعب المصري بيحب الحاجات دي، بس انا بحاول طب اغير الشاي طبعا. والقهوه؟ طب بص، الشاي والقهوه. هنقلل حضرتك الشاي والقهوه كده شويه، تمام؟ والحاجات تمام السوداء زي البيبسي والكولا، تمام؟ وهنقلل الاكل تمام المقليات والحاجات اللي فيها زيوت شويه، والحاجات السبايسي برضو نقللها، والحاجات المسبكات. طب هياكل ايه ماشي؟ كده يا دكتور؟ مسلوق، ياكل هياكل حاجات مسلوقه، شرب مسلوق الخضار ومشوي مسلوقه. ممكن. مسلوق ومشوي مفيش مشكله فيه، تمام؟ تمام الحاجه ما تمام ياكلش برضه حاجه برضه فيها مواد حافظه، وياخد علاج للمعده وياخد علاج للقولون وحاجه للارتجاع، هتبقى زي الفل ان شاء الله. بس لازم يروح ماشي. يكشف. بس على فكره برضه في احيانا اعراض كده بتبقى شبه ده، بيدخل فيها حاجه جديده ظاهره اللي هي البكتيريا الحلزونيه اللي هي الاتش جرثومة بايلوري اللي هي المعدة. جرثومه المعده، تمام؟ ودي ظهرت كتير جدا دلوقتي، وبصراحه مشاكلها كتير، ودي محتاجه حلقه يعني احنا النهارده هنتكلم عن الجهاز التنفسي، محتاجه حلقه نتكلم كده فيها باستفاضه كده ان عنها شاء الله وعن علاجها. وبصراحه علاجها سهل جدا، بس المشكله هي انها اسمها يخوف، لا بس هي علاجها سهل. هي اسمها يخوف عشان الكومبليكيشنز بتاعتها، بالظبط. انها بتسبب قرحه في المعده، ولو بالظبط اتسبت ممكن تعمل اورام في المعده، فده اللي بيخوف اي حد. ولو دخل على النت وحاول يقرا بقى ان في ورم وممكن تعمل سرطان في ناس والكلام ده، جدا فبيجي لهم هلع منها. احنا لكن شعب هي علاجها بنخاف بسيط جدا. لوحدنا من غير اي لا حاجه. لا هي علاجها بسيط جدا، وعلاجها ما استغرقش 14 يوم وبيبقى المريض زي الفل، تمام؟ بس المشكله بقى ان لها مضادات حيويه بتتاخد كومباينيشن مع بعض. المضادات الحيويه بتاعتها في ناس بتكون بتستعمل استعمال خاطئ للمضاد الحيوي، وده اللي احنا برضو لازم نتكلم فيه احنا بصراحه. برضو عايزين نتكلم عن يعني برضو عايزين نتكلم استخدامات على المضاد استخدام المضاد الحيوي اللي احنا الحيوي بصراحه. بنستخدمه على الفاضي وعلى المليان لان في ناس البشر. بتستعمل مضاد حيوي من غير ما تكون محتاجاه خالص، في بالظبط. ناس بتستعمله لغايه ما تخف وخلاص توقف. يعني انا مثلا بكتب للمريض المضاد الحيوي ده يتاخد لمده 7 ايام، او ده اللي يتاخد لا لمده هو 10 بياخده ايام مده يومين ثلاثه، بياخد اول ما يومين يحس ثلاثه ان هو بيحس بقى كويس بارتياح خلاص. بيوقف، بالظبط. بيحصل ريسيستنس للمضاد بيحصل مناعه في الجسم للمضاد الحيوي ده، اكيد. ممكن احتاجه في مره ثانيه ما يعمليش اي حاجه، وده اللي بيعمل المناعه في الجرثومه بتاعه المعده، لان بدي النوعين اموكسيسيلين مع كلاريسرومايسين. الاموكسيسيلين ده اي حد طبعا وهو صغير ولا وهو في الميدل ايدج ولا كبير بيروح لاي دكتور ممكن يكتب له الهايبايوتيك اللي هو او الاوجمانتين او الحاجات اللي هي فيها اموكسيسيلين، ممكن ياخده يومين ثلاثه وخلاص بقى حصل ريسيستنس. لما اجي اعالج بده بتبقى مشكله كبيره، بس طبعا هي لها مدارس كتير كده، وفي ادويه ثانيه طالعه جديده وحديثه بتعالجها، وفي خلال 14 يوم بيبقى المريض زي الفل، تمام؟ فيا استاذ احمد نصيحه كده، ابعد عن المسبكات، ابعد عن ونبعد عن التدخين، الكافيين، الشاي، القهوه، اي حاجه فيها كافيين، تمام؟ ان شاء الله هتبقى وان شاء كويس. الله هتبقى تمام ماشي. والعلاج بقى بتاعك حاجه للمعده وحاجه للارتجاع وحاجه للقولون عشان الانتفاخات والالم اللي بيجي لك في بطنك. والف سلامه على حضرتك يا استاذ دكتور. هناخد اتصال تاني. اتفضل استاذه نجلاء. الو الو معايا ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي. الصوت عند حضرتك ده اللي خلاني ان انا المره اللي فاتت. لا اتفضلي. اتفضل. صوت واطي جدا. لا احنا سامعينك كويس يا استاذه نجلاء، اتكلمي اتفضلي. ايه؟ اتفضلي احنا سامعينك كويس. طب الو استاذه نجلاء حاولي تكلمينا تاني عشان نقدر نسمعك. طيب شكرا ليكي يا نجلاء. طب هناخد اتصال تاني. ماشي. ياسمين الو؟ الو؟ طيب هو الخط قطع. طيب نرجع تاني يا دكتور نتكلم عن الانفلونزا، تمام؟ فرق بين نزلات البرد والانفلونزا.
الفرق بين نزلات البرد والانفلونزا، نبدا بنزله البرد الاول. المريض الاعراض بتاعتها بتاعت نزله البرد بتبقى عباره عن رشح والم بسيط في الجسم كده وصداع بسيط. مدتها قد ايه؟ بتقعد قد ايه؟ بتقعد من 3 ايام لخمس ايام. المريض يفضل ما يستعملش في اول يومين اي مسكنات للالم، لان مسكنات الالم وخاصه الحاجات اللي فيها ديكلوفيناك وبيبروفين، الحاجات اللي هي مضاده للروماتيزم اللي هي الانتي روماتيك، يعني ممكن باراسيتامول ولا حاجه بتكون امان وبيكون احسن. ليه؟ لان الحاجات دي بتزود الفتره بتاعت الكوموكول بتاعت نزله البرد. فالاحسن ان احنا ما ناخدش اي حاجه، سوائل دافيه بس، تمام، وياخد ممكن باراسيتامول لو في الم كده ولا حاجه، اكتر من كده ما فيش. والمريض بيبقى زي الفل ومش محتاج لا مضادات حيويه ولا محتاج اي شيء، تمام. الانفلونزا بقى لا، الانفلونزا ده موضوعها كبير، لان اسبابها بتبقى 90% منها امراض فيروسيه، في منها امراض بكتيريه، وفي فيروسي وبكتيري مع بعض، تمام. ومشكلتها انها ممكن تعمل مضاعفات كبيره وتؤدي الى التهاب في الشعب الهوائيه، وبعد كده نمونيا اللي هو التهاب رئوي وكده، تمام. وممكن تعمل ميه عاليه لو ما اتشخصتش مظبوط يعني. فالحاجات دي اللي بتخوفني طبعا من المخاوف بتاعتها. ايه هي اعراض الانفلونزا؟ ارتفاع. طب دكتور، قبل ما نتكلم عن اعراض الانفلونزا هناخد اتصال. طب ماشي. استاذ احمد، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ الله يسلمك. لو سمحت عايز اسال الدكتور سؤالين بس بعد اذن حضرتك. اتفضل دكتور سيد، معاك. بالنسبه لجرثومه المعده، علاجها لازم يتاخد ضروري ولا مش ضروري؟ لان انا كان عندي جرثومه المعده ورحت للدكتور قال لي مش شرط انك تاخد علاج جرثومه المعده، لان هو عند اغلب الشعب المصري عنده. لا، لازم تاخد علاجها يا استاذ احمد، مفيش الكلام ده. طبعا كلام خاطئ جدا، تمام. ولازم تاخد علاجها، وعلاجها لازم تاخده بعد ما تاخده تحلل تاني، ولو تلاقيتها لسه ايجابيه تحلل تاني. بس في ملحوظه، لازم التحليل بتاعك يكون في البراز، لان احنا بندور على الانتيجين مش على الانتي بودي، تمام. يعني بندور على الـ على الـ على البكتيريا نفسها في البراز، ما بندورش على الاجسام المضاده بتاعتها اللي بيبقى جهاز المناعه مكونها وموجوده في الدم. تحليل الدم احيانا يا استاذه شيرين بيكون ايجابي، واعمل تحليل تاني يطلع ايجابي، بيكون جهاز المناعه كون اجسام مضاده ضده. فادي علاج والاقيه لسه ايجابي، ادي علاج الاقيه لسه ايجابي، وده طبعا بيبقى فولس ريزلت، يعني ده نتيجه خاطئه من من التحليل اصلا. فما بنعملهاش في الدم خالص. ده بيبقى فيه خطأ عشان اشخصها. طبعا عشان اشخص الجرثومه بتاعت المعده صح، بشخص الانتيجين في الاستول في البراز، تمام. طبعا تمام. مجرد ان هو موجود، حتى في الوقت بنعمل له تيتر كمان، بنشوف الكميه بتاعته قد ايه وكده، وبنقدر ندي العلاج. العلاج بتاعها لو ما استجبتش للعلاج، زي ما قلت لحضرتك في بعض الاحيان ما بتستجيبش للعلاج للفتره بتاعتها، يعني بقول للمريض يمشي على العلاج ده لمده 14 يوم وخد وكمل لي كمان. ما فيش استجابه. ما فيش استجابه. ليه؟ بيبقى استغمال خاطئ للمضادات الحيويه في الفتره اللي هي الاولانيه، والجرثومه نفسها بتاعت البكتيريا الحلزونيه بدات تتكيف وتتاقلم مع مع الانواع القديمه دي. ولا ممكن نقول التشخيص غلط؟ لا، التشخيص ما بقاش غلط. لا 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 طبعا، لا طبعا. طب وفي الحاله دي طب ليه الدواء ليه ما حصلش استجابه مع الدواء؟ لان الدواء المفروض ان هو بيدخل على بكتيريا يهاجمها، فالبكتيريا دي بقى عندها ريسيستنس من المضاد الحيوي ده، بتقدر تقاوم المضاد الحيوي ده. ليه؟ لان المريض كان خد المضاد الحيوي ده قبل كده وما كملش جرعته. انا قلت للمريض خد لي المضاد الحيوي ده لمده 10 ايام، خده لمده اسبوع، ما خدوش الفتره دي. يعني فهمت قصد حضرتك ان هو ما بيكملش فتره الكورس بتاع العلاج، فبتضطر ان الحاله دي لازم اغير له بقى المضاد الحيوي، تمام. بنغير خالص، بندي مجموعات ثانيه خالص، تمام. والمريض لازم يحل وتلاقيها ايجابيه، بعد كده بيحصل بقى في الجسم مناعه منها وبتكون تمام. لكن ما اقدرش ما اديش علاج لحاجه ممكن تسبب له قرحه في المعده طبعاً، وممكن لا. تعمل له ورم. لا طبعا، احنا مش بنقول ان هي، يعني مش بنخوفهم، بس احنا ما نخوفش الناس ولا حاجه، ومش هتعمل يعني برضه، مش بنقول ان هي، يعني مش هتعمل قرحه، بس هو مرض لازم يتعالج. بالظبط يا استاذ شيرين، يعني مش هتعمل قرحه في يوم وليله. يعني هي مش هتسبب قرحه النهارده، يعني مش مجرد ان انا جالي انفكشن بالاتش بايلوري بالجرثومه المعده وبقت موجوده عندي وعملت تحليلها، تاني يوم هصبح هتلاقي عندي قرحه. لا، ده في الاول هحس انها حاجه اسيمتوماتيك، مانيش حاسس بحاجه. بعد شويه، لان هي اصلا بتيجي عند الميكوزا، عند جدار المعده. جدار المعده بيبقى مغلف كده بطبقه اسمها طبقه الميكوزا. الطبقه دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها علشان تحمي المعده من الهضم، لان المعده بتفرز حمض اسمه حمض الاتش سي ال اللي هو حمض الهيدروكلوريك ده، مع العصاره المراريه اللي بتيجي من الوسائل المراريه اللي بيبقى جاي من المراره عشان تهضم الدهون والحاجات دي، تمام. النهارده لما باكل بروتين، البروتين بتهضم، لما باكل دهون، دهون بتتهضم وبتسيح في المعده، صح؟ طب ما ممكن تهضم الجدار بتاعها، مظبوط؟ طب ما تهضمش الجدار ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عامل غشاء اللي هو الميكوزا ده بيحمي جدار المعده، يحمي جدار المعده. الجرثومه بتاعت المعده بتيجي ما بين الميكوزا وما بين الجزء اللي هو بتاع الجدار بتاع المعده، بتبقى في حته كده، يعني حاجه كده، ايه، جدار كده بيبقى يعني ضعيف شويه، بتيجي الجرثومه المعده بتتخلل، بتقعد في المكان ده. فبتعمل ايه فيه؟ بتسبب التهابات في المنطقه اللي حوالين جدار المعده، تعمل ايروجن كده الاول كده، وبعد كده التهابات. الالتهابات دي بتساعد على
زياده الحمض بتاع المعده داخل المعده. فبيحصل ايه للمريض؟ لما تزيد الحموضه بتاعتها في عندي زي صمام اللي هو اسمه البايلورس اللي هو بيوصل ما بين الاسوفجاس اللي هو المريء وما بين المعده، تمام؟ ده بيحصل ان المريض لما الحموضه بتزيد بيعدي الصمام ده، تمام؟ وبيطلع يعمل لي حرقان في المنطقه اللي هي دي، فده اللي بنسميه الارتجاع. فالمريض ما بقاش قادر ينام، يجي ينام مش قادر، تعبان، تمام؟ يجي ياكل بيبقى خايف من الاكل، بعد الاكل بيحس بالالم ومش قادر أكيد ياكل، تمام؟ أكيد. لو انا سبتها في جدار الميكوزا هي قاعده تشتغل على جدار المعده، قاعده تشتغل، هتعمل لها ايه تاني؟ هتسبب قرحه. صح، القرحه دي اللي هي تقرحات زي التقرحات اللي احنا بنشوفها زي قرحه الفراشه، بس تبقى جوه الميكوزا جوه المعده، جوه المعده. طبعا دي خطيره جدا، لو اتثبت ممكن يحصل تضاعف للخلايا بتاعت جدار المعده بشكل غير طبيعي تؤدي الاورام، تمام؟ فازاي اسيبها من دون علاج؟ لازم يتاخد لها علاج، وعلاجها بسيط قوي يا استاذ احمد، وبقول لحضرتك يعني ما بيستغرقش اكتر من 14 يوم. 14 يوم علاج جرثومه المعده؟ اه ممكن يعني بعدها لو في اكمل الكورس لمده 14 يوم. 14 يوم، وممكن اكمل ال 14 يوم تانيين بحاجه اللي هي حاجه بنسميها بروتون بامب، اللي هي الحاجات اللي هي للمعده، اللي هو ادويه المعده زي الاوميبرازول، زي الايزوميبرازول، زي دي مجرد مطهر بقى، ده مش مطهر، هي المعده في الاخر بتعمل هيلنج لجدار المعده، لو كان مثلا حصل التهابات ولا حاجه بتعمل هيلنج لجدار المعده، فدي ممكن تاخد لغايه 28 يوم، عند بعض الناس ممكن ندي حتى لمده 3 شهور ما فيش اي مشكله فيه، وبتبقى حبايه بس كل يوم، لكن بالنسبه للمضادات الحيويه اللي هي الخاصه بجرثومه المعده دي بتبقى 14 يوم، والمريض بيبقى زي الفل بعدها، وبياكل وبيشرب اللي هو عايزه بعدين، وبيبقى تمام التمام. طب هناخد اتصال يا دكتور. ماشي، اتفضلي. استاذ صافي، الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور سيد، يا اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. من فضلك، انا عندي واحد صاحبي بيشخر تشخير عالي جدا. تمام. بايه؟ بيشخر. يعني تتخيلها يعني ان واحد بيقول في روحه ما يعرفوش ينامه خالص. ما هي دي بقى ممكن تكون في لحميه في الجيوب الانفيه، ده يحتاج دكتور انف واذن وحنجره يشوفه. عمره كام سنه؟ ما هي العيله كلها كده على فكره يعني. ما هو ده ممكن تكون في حساسيه وقلبت معاه بالتهاب مزمن في الجيوب الانفيه، تمام؟ او تكون في فقفلاله المجرى ده خالص، فبالتالي بتنفس من جوه فبيشخر بالليل، تمام؟ فدي ممكن تخنقه اصلا، فما ينفعش. وممكن تكون في معاه لحميه، في الحاله اللي زي دي لازم يستشير دكتور انف واذن، والحالات اللي هي بتاعت اللحميه لازم عمليه، ما بيبقالهاش علاج. ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور. شكرا ليك يا استاذ صافي. طيب دكتور، هناخد اتصال برضو سريعا كده ونكمل. استاذه ايمان، الو. استاذه ايمان، استاذه ايمان، الو. الو، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. الو. الو، استاذن بس حضرتك تعلي صوتك شويه عشان اقدر اسمعك. سامعينك يا استاذه ايمان، اتفضلي. الو، اتفضلي. اتفضلي، سامعينك يا استاذه ايمان. طب شكرا، حاولي تكلمينا تاني. طيب دكتور، نرجع تاني نرجع لموضوع الانفلونزا. الانفلونزا ونزلات نزلات البرد. قلنا ان الانفلونزا بقى الاعراض بتاعتها ايه؟ بيبقى في ارتفاع في شديد في درجه الحراره، ممكن درجه الحراره توصل من 38 واحيانا فيما فوق يعني توصل 40. لما بتوصل لكده بتعمل طبعا تكسير في العظم، بيبقى المريض جاي حاسس بتكسير في كل جسمه. اكيد. صداع شديد جدا، تمام؟ بيبقى فيه برضه معاها الاعراض بقى بتاعت الجهاز التنفسي العلوي، التهاب في الحلق او احتقان في الحلق، رشح من الجيوب الانفيه، كحه احيانا تكون ببلغم، احيانا كحه ناشفه، تمام؟ دي الاعراض اللي هي بتاعت الانفلونزا، واحيانا بتقلب باسهال وترجيع، وبرضه لها سبب ان الافرازات اللي بتبقى متكونه في الجيوب الانفيه دي ممكن توصل من الجيوب الانفيه توصل للحلق وتنزل على المعده. تمام. لما توصل للمعده دي المعده بتبقى عايزه ترفضها، فبتخرج في صوره فبتعمل ارتجاع في المريء، فبتخرج في صوره ترجيع، فالمريض وهو بيرجع معاه برده شويه اكله كده يعني، تمام؟ ممكن تعمل اسهال برده عند برده الناس، لان بتنزل في المعده ممكن تستقر شويه في المعده وهو نايم ولا حاجه، يوم الصبح بيبقى فيه معاه شويه اسهال ولا يعني. فالاسهال والترجاع احيانا برده بيكون برده مرتبط مع النزلات اللي هي الانفلونزا يعني، تمام؟ الانفلونزا طبعا لها انواع كتير، ومعروف طبعا الانفلونزا من الامراض الخطيره جدا جدا جدا، والناس برضو ما هيش عارفه مخاطرها قوي، تمام؟ مش عارفين هي انفلونزا عاديه ولا انفلونزا مزمنه ولا انفلونزا الطيور ولا كورونا ولا يعني ليها كذا شكل. بالظبط بالظبط. واحنا برضو المفروض ان احنا برضو ننوه للساده المشاهدين برضو عن فيروس كورونا، ونعرفهم بس ايه يعني. ايوه، هنتكلم عن الانفلونزا الاول. بس انا بقول لحضرتك يعني المفروض برضه نعرفهم برضه شويه معلومات. أكيد. أكيد. نعرفهم ازاي يتعاملوا معاها لو في حاله او كده، تمام؟ صح. بس فطبعا في طرق وقايه للانفلونزا، ان انا لازم دايما باستمرار
اكون اوصي بشرب السوائل والميه تمام. لازم ارطب الفم والانف يعني دايما اتمضمض كده واستنشق باستمرار عشان الجيوب الانفيه طول ما هي مفتوحه انا كده محافظ على نفسي، لان طبعا الجيوب الانفيه فيها ربنا سبحانه وتعالى عامل فيها جهاز مناعه كويس جدا اللي هو الشعر والمخاط والحاجات دي تمام. فده بيدفي الهواء اللي هو داخل تمام. ما تنقلش برده من منطقه فيها جو حر لمنطقه بارد، يعني مش قاعد مثلا في دفايه ومش عارف ايه وبتاع واخرج على الهواء على طول، ما ده بيسبب او العكس لان الفيروس بينشط في المكان البارد أكيد. فانا متحول من هنا لهنا ممكن عرضه ان انا القط الفيروس وبعدين ينتشر بقى ويعمل لي بقى المشاكل اللي هي بتاعت الانفلونزا تمام. لازم ادفي نفسي كويس في الفتره اللي هي بتاعت مش هقطع كلام بس هناخد اتصال. طيب ماشي استاذ محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا سيدي الدكتور سؤال بس ممكن؟ اتفضل دكتور سيد مع حضرتك. اتفضل. انا عندي التهاب في الشعب الهوائيه. عندك ايه؟ التهاب في الشعب الهوائيه. اه تمام تمام. وقليل بتاع شهر باخد زعتر اعشاب بشرب اعشاب فريحني شويه الزعتر واستريحت. تمام. بيجي لك كحه معاك كحه يعني بقالها قد ايه؟ علاج يعني ولا ممكن يرجع تاني؟ لا 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 معاك الكحه مستمره شهر يا استاذ احمد. لو زاد المرض هل في خطوره؟ في خطوره طبعا لو ما اتعالجش. هو استاذ احمد هي الكحه دي بقى لها قد ايه عندك؟ بقى لها شهر. لا ده الموضوع ده ليه كام سنه عندي بس ما خدتش اي لا اصل كام سنه لا اصل ممكن تكون بتروح وبتيجي يعني ممكن حاجه بتروح وبتيجي مثلا مع نزله البرد او مع الانفلونزا ممكن يجي شويه كحه خدت علاج وخفيت بترجع ترد تاني كلنا كده تمام. لكن لو الكحه استمرت فتره طويله لازم اعمل اشعه. لازم تكشف لازم اعمل اشعه على الصدر طبعا. لازم اطمن ان الصدر كويس تمام. ايوه. هو سن حضرتك قد ايه يا استاذ محمد؟ يعني 57 سنه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. بقالك قد ايه الكحه دي المستمره اخر مره بقالك قد ايه؟ والله انا عندي حساسيه من زمان يعني من 90 ولكن خفيفه لان انا ما بدخنش خالص. تمام. بيجي لك ضيق في النفس بالليل؟ يعني بطلع السلم بتعب. بتنهج. بس اللي تعبني في الايام اللي فاتت دي بيطلع السلم بتعب. التهاب الشعبي بس. تمام. طب الكحه شكلها ايه؟ الكحه شكلها ايه يا استاذ احمد؟ الكحه شكلها ايه يا استاذ احمد؟ الكحه ما فيش يعني خفيفه كده ما فيش سخونه ولا حاجه؟ ما فيش سخونه ولا اي شيء. ولا كانت بدات معاك بسخونه؟ نعم. ما كانتش بدات معاك بسخونه؟ لا ما فيش سخونه. طب في بلغم بيطلع مع الكحه ولا كحه ناشفه؟ الكحه حسب بتردد ان انا بركب موتوسيكل فحسب يعني في بلغم ولا لا؟ اه هو في بلغم ولا لا؟ بس يا دكتور احنا وصلنا لحاجه آه هو بيركب موتوسيكل فالهواء والحاجات دي بيعملها الهواء مع الحاجات دي فبيعمل له طبعا اه اكيد لا ما تقلقش يا زحمه ما فيش حاجه خطيره. اللي بيخوفني من الكحه لما تطول كتير لما بيكون معاه ارتفاع في درجه الحراره وكحه مستمره وضيق في النفس ده بخاف من ايه بقى؟ بخاف من حاجه اسمها نمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي. في الحاله دي لازم نعمل اشعه بسرعه علشان نقدر نشخص المرض ونقدر ندي العلاج اللازم تمام. الحاله بتاعتك بسيطه اشرب سوائل دافيه كده وما تاخدش اشربه كحه ولا حاجه من دماغك. ما تروحش صيدله تقول له عايز دواء كحه. ها يعني لازم تروح تكشف. لازم تروح تكشف يعني اكشف على الصدر عشان تقدر تاخد العلاج الصح. لان احيانا بيكون حساسيه برضو بتعمل الكحه دي وتزيد شويه معاك ولا حاجه فلازم لازم نشخصها في العياده يعني يا استاذ. باخد الفنت يا دكتور باخد الفنت لو في كحه مستمره. الفنت موسى للشعب ماشي بس مش هينفع مع كل كحه برضو ماشي يا استاذ احمد. يعني استاذ احمد لازم تروح تكشف ضروري. متشكرين يا باشا. ماشي تحت امرك يا استاذ احمد تحت امرك تحت امرك. شكرا يا استاذ احمد شكرا لك. لا هو دكتور هو لازم يكشف لان هو دلوقتي كمان طبعا هو كمان بيتعرض للهواء في كل الاوقات صبح ودور. لا ممكن المناعه عنده اصلا ضعيفه. ممكن جهاز المناعه عنده ضعيف وهو عمره كمان 57 سنه بالظبط. معروف ان يعني هو ما شاء الله ربنا يديله طول العمر يا رب. طول العمر هو 57 مش كبير بس يعتبر في طبيا بنسميه كبير بنسميه اولد ايج في الطب فاهماني. فلازم في الحالات اللي زي دي برضه يعني ايه يعني يكشف يكون احسن. ايوه بس ما يروحش ياخد دواء من الصيدليه. لا لا ما قلت له ما تاخدش دواء. لا لا ما قلت له ما تاخدش دواء. احنا شعب بنستنى. لا اصل ممكن الناس اصلا تروح للدكتور في الصيدليه لو سمحت عندي كحه لو سمحت عندي رشه يديله مضاد حيوي يديله شباب كحه خد مش عارف ممكن ايه. يكون المضاد الحيوي اللي هو واخده ده مش اصلا بتاع المرض اللي عنده ممكن ما يكونش محتاج اساسا بالظبط. طب هناخد اتصال يا دكتور. طيب ماشي. استاذه ايمان. الو الو ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور لو سمحتي. اتفضلي الدكتور معاكي. حضرتك يا دكتور انا عندي التهاب في المومنت بترولي. بس يا دكتور انا بس مستمعيك وانا هقول سؤالي عشان انا مستمع يعني من التلفزيون. تمام. عندي التهاب في الصمام النترالي وكشفت عندي دقه ساقطه كده ضربه ساقطه بتجيلي واكتر بتزيد عليا وانا نايمه. تمام. الو
كان عندك حمره متزمنه ولا حاجه وانت صغيره؟ درجه السقطه بتجيلي وانا نايمه اكتر حاجه. كان جالك حمره متزمنه ولا حاجه وانت صغيره ولا لا؟ نعم. كان جالك حمى روماتيزمية ولا لا؟ دكتور انا مش سامعه والله. بص استاذه ايمان، جالك حمى روماتيزمية وانت صغيره؟ الضربه الساقطه دي قلق وتوتر، ما فيهاش مشكله. لا مش بتكلم على الضربه الساقطه، الضربه الساقطه دي اكسترا سيستول ممكن تيجي من شرب شاي كتير، قهوه كتير، شويه انفعالات، تمام؟ قله نوم ممكن تعملها، دي ما تخوفنيش خالص، ما فيش اي مشكله، تمام؟ الو حضرتك بتشربي كافيين كتير يعني؟ أيوة قهوه شاي؟ ايوه انا سمعت حضرتك كده يا دكتور. تمام سامعاني؟ بصي يا دكتور بقول لك الضربه الساقطه دي ما تخوفكيش يا استاذه ايمان، تمام؟ بصي حضرتك يا دكتور بعد اذنك، انا ولدت 4 مرات تمام وخلفت 4 ولاد يعني، تمام. بس الضربه الساقطه دي انا رحت كشفت والله والدكتور قال لي دي ما فيهاش اي مشكله. ما فيش فيها مشكله. بس انا لما اجي انام بتزيد جدا، والدكتور قال لي ده قلق وتوتر. ممكن قلق وتوتر، ممكن من شرب المنبهات كتير، شاي، قهوه. يعني يا دكتور الضربه الساقطه دي يعني مش يعني مثلا مش مالهاش علاج يا استاذ، ما انت بعدي بس عن الانفعالات وتقللي شرب الشاي والقهوه بس. يعني هي دي مش من القلب مش أكتر. يا دكتور من ايه؟ من القلب يعني؟ لا 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 اصل دي حاجه ودي حاجه، ارتخاء في صمام ميترالي او ضيق في صمام ميترالي حاجه، والضربه الساقطه حاجه ثانيه، اللي هي الاكسترا سيستول اللي هي ضربه كده بتبقى غريبه عن ضربات القلب كلها، دي حاجه ثانيه. شكرا ليك يا استاذ ايمان. طيب دكتور، هو دلوقتي احنا عايزين نتكلم بقى عن امراض الجهاز التنفسي، تمام. العلوي والسفلي، تمام. عايزين نخش نرجع لموضوعنا يعني. طيب ماشي نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوعنا. هو طبعا معروف ان الجهاز التنفسي بينقسم لجهاز تنفسي علوي وجهاز تنفسي سفلي، تمام. العلوي اللي هو بيبدا من اول الانف والحلق وبدايه الحنجره، بعد كده اللي هو منطقه الحنجره مع الرئتين وكده، ده الجهاز التنفسي السفلي، تمام. ممكن ده يصاب بامراض وده يصاب بامراض. ايه الامراض اللي ممكن تصيب الجهاز التنفسي العلوي؟ اللي هي حساسيه الانف، التهاب في الجيوب الانفيه، تمام، او التهاب الرب. في الحلق، او لا الربو يعتبر سفلي يعني اللي هو سفلي. ده الحساسيه بتاعت الانف، لا يعني حساسيه الانف بتبقى، انما الربو طالما دخل بقى الرئتين وكده ده خلاص بقى سفلي. التهاب الشعب الهوائيه ده سفلي، التهاب اللي هو الميه اللي على الرئه، الحاجات اللي هي بقى الخطيره، النمونيا اللي هو التهاب الرئوي، الحاجات دي كلها طيب. تعتبر في الجهاز التنفسي السفلي، تمام طيب. وبتبقى طبعا اخطر من العلوي. طب دي علاجها ايه؟ علاجها لازم المريض بياخد انتي بايوتيك، ولو في التهاب رئوي لازم يتحجز وياخده عن طريق الحقن، ما ينفعش حبوب معاه خالص، ما بتجيبش اي نتيجه، لانه مش هيقدر يبلع حاجه، تمام. وياخد محاليل ويبقى تحت الملاحظه، لان بخاف انا من الكومبليكيشنز اللي ممكن تترتب عليها، تمام. في برضو لو قلنا اللي هي الحالات اللي احنا قلناها اللي هي بتاعه العلو ده، من ضمنها برضو حضرتك كنت اتطرقت الموضوع اللي هي الجيوب الانفيه واللوز. احنا عايزين نتكلم عن اللوز برضو. موضوع اللوز ده برضو من الحاجات اللي هي بتقلق الامهات كتير، تمام. اللوز والصديد اللي بيبقى عليه اللوز اللي بيتكون كده. طبعا احنا لازم نشيل اللوز، لان لها برضو مخاطر، وفي ناس تيجي تكشف العياده اقول لك طب اشيلها دلوقتي، طب اروح اعمل العمليه، تمام، طب مش كده يعني. فدي بتبقى عامله برضو قلق عند الامهات. اكيد. ليه بقى؟ لانها اول ما بتلتهب اللوز الطفل ما بيقدرش يبلع حاجه، اول حاجه. تاني أكيد. حاجه بيبقى فيه تضخم في اللوزتين، في اللوز، ومعاها الغدد الانفعاليه اللي موجوده في منطقه الرقبه، فممكن تحس بتورم هنا مع ورم اللوز، مع ارتفاع في درجه الحراره، فالطفل ما بيقدرش يتحرك خالص. طب وكمان يا دكتور طبعًا بتاثر على منطقه الوزن هنا كمان، ما بتاثر طبعا مع المنطقه كلها فاتحه على بعضها. بالظبط. كلها فاتحه على بعضها، تمام. احيانا اللوز دي بتكون صديد. طب لو في لوز متكرره وبتيجي للطفل كتير، يعني هو لو مثلا مع تغيير الفصول 3-4 مرات في السنه، ده منطقي، تمام، ده منطقي ان منطقي نشيل اللوز. لا منطقي انها تكون موجوده، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق اللوز دي كجهاز مناعه في الجسم. اكيد تمام؟ طبعا. فبالتالي لو ما كانش لها فايده ما كانش ربنا خلقها، فربنا خلقها علشان جهاز مناعه للجسم، تمام. لكن بخاف منها وبنصح بشيلها. ليه؟ في بعض الاحيان لما تكون بيتكرر عليها الالتهاب باستمرار، التهاب في اللوز باستمرار مع وجود صديد باستمرار، والطفل كمان ممكن يدخل لي وشايلينه مش قادر يمشي، تمام. في الحاله دي لازم بعمل له تحليل اسمه الميكروب السبحي، تمام. الميكروب ده اللي هو اللي احنا بنسميه الانتي ستريبتوليسين اوتيتر، ده اللي بيسبب حمى روماتيزميه. بتبدا عند الطفل بايه؟ بتبدا عند الطفل بالام في المفاصل مع ارتفاع درجه الحراره، بعد كده لو اتساب لفتره طويله بيعمل له حمى روماتيزميه على القلب، تمام، اللي بتأدي في الاخر لضيق في الصمام الميترالي. يبقى انا كده لو شلتها افيد، صح. يعني لو شلتها بدري افيد، تمام. طب يعني هل لما كل التهاب حل التهاب لوز؟ لا لازم اشيلها طبعا. طب هل كل التهاب حل التهاب لوز؟ لا لا طبعا. على فكره معظم الاطفال اللي تحت ال5 سنين او من دون ال5 سنين ما بيجيلهمش التهاب لوز، احتقان في الحلق مع نزله البرد العاديه وكده وعادي. بعد ال5 سنين بتبدا اللوز ممكن تلتهب. قبل كده في طبعا اطفال بتكون المناعه عندهم مش كويسه، الهايجين اللي موجود في البيت اللي هو غسيل الايدين والحاجات دي ما بتبقاش مظبوطه يعني، تمام، استعمال حاجات ممكن تيجي
اللي انا بشكرك جدا يا دكتور. انا اللي للاسف وقت حلقتنا عدى بسرعه، بس لسه ما كملناش موضوع حلقتنا، بس ان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله، نكمل فيها كل المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. شرفتني ونورتني دكتور سيد سيد المر اخصائي باطنه واطفال، شكرا ليك يا دكتور. انا بشكر بشكركم حضرتك. وبشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، وبشكر مخرجنا الجميل شريف عمار وليد عماره، وبشكركم واشوفكم على خير.